للتعرف عن تذهب عن الوضعية المناخية، وبنظرة علمية تنضم إلي عبر الهاتف مباشرة من مركز الأرصاد الجوية بباب الزوار السيدة هوارية بن رقطة المكلفة بالاتصال بالديوان الوطني للأرصاد الجوية. صباح الخير سيداتي. صباح النور وصباح الخير لكم من مركز التنبؤات بالديوان الوطني للأرصاد الجوية. مرحبا بك سيدتي. إذن بداية سيدتي، كم بلغت اليوم درجة الحرارة وإلى متى سيستمر هذا الارتفاع؟ إذن بالفعل درجة حرارة قصوى كانت مرتفعة نوعا ما سجلت خلال 24 ساعة الماضية، وكان الديوان الوطني للأرصاد الجوية قد بث نشرية خاصة بدرجات حرارة قصوى أو بموجة حر على المناطق الداخلية الغربية للوطن، خاصة منطقة عين الدفلة غليزان وكذلك الشلف. توقعنا أن تتعدى درجة الحرارة 44 درجة مئوية، وبالفعل سجلنا حوالي 45 درجة مئوية على الشلف، كذلك 46 درجة مئوية على غليزان، وكذلك على الجزائر العاصمة كانت نوعا ما درجة الحرارة مرتفعة ولكن مع نسبة رطوبة أيضا مرتفعة نظرا لتواجدنا قرب حوض البحر الأبيض المتوسط الذي يعتبر منبعا للرطوبة. إذا 37 درجة مئوية سجلت على الجزائر العاصمة الدار البيضاء و 41 درجة مئوية على محطتنا في المحلمة. إذا نلاحظ أن درجة الحرارة بالفعل كانت مرتفعة، ولكن ما ننساش كذلك أننا نعيش فصل الصيف ونحن كذلك في أواخر شهر جويلية، وكانت حتى النماذج الرقمية يعني بلوغ هذه الدرجات الحرارية في هذا الوقت هو أمر يعني طبيعي، هي ملائمة مع هذا الموسم سيدتي. إذا بالفعل درجة الحرارة القصوى بهذا الشكل نعتبرها درجة حرارة موسمية فصلية أيضا، وما ننساوش كذلك أن نذكر فقط أنه خلال يعني السنوات الماضية شهر جويلية من السنوات الماضية، إذا قمنا بمقارنة بسيطة نلاحظ أن شهر جويلية كان أغلبه موجة حر على أغلب المناطق الجنوبية وحتى بعض المناطق الداخلية. إذا حاليا نقارن جويلية 2020 حقيقة من حين لآخر راح نسجلوا موجة حر ودرجة حرارة مرتفعة، ولكن يعتبر دائما وضعية جوية عادية نظرا لتواجد منخفض ضغط جوي سطحي صحراوي يتواجد على مناطقنا الوطنية. طيب، وفيما ربما تعيش هذه الولايات الشمالية والداخلية أيضا على وقع هذا الارتفاع من درجات الحرارة، ولايات عدة ولايات بالجنوب عانت من فيضانات وسيول، كيف نقرأ هذه التغيرات المناخية في هذه المناطق؟ بالفعل إذا كل من منطقة جنوب ولاية أدرار وكذلك جنوب ولاية تمر راست هم عرضة هذه الأيام لتواجد نشاط راعد معتبر نوعا ما، يكون مرفوق بأمطار حتى ممكن تساقط بعض البرد، وكذلك مرفوق بهبوب رياح قوية على هذه المناطق. هي تعتبر بما تسمى بالأمطار الموسمية راجعة لتواجد على دول الساحل هناك في هذه الفترة أواخر جويلية وبداية أوت، يعني يكون تواجد كتلة هوائية ساخنة ورطبة، ومن حين لآخر يتم تصاعد هذه الكتل الهوائية نحو المناطق الجنوبية خاصة أقصى الجنوب، نظرا لأن منطقة الهوكار أيضا هي منطقة معروفة بارتفاعها، هذا ما يزيد في تكوين خلايا راعدة وتكون معتبرة، وتكون كذلك تساقط الأمطار وتكون سيولة كذلك معتبرة على هذه المناطق. هي وضعية جوية أيضا عادية نعيشها دائما في أواخر جويلية كذلك أوت، وممكن يعني تستمر لغاية شهر سبتمبر بإذن الله. وفي هذه النقطة بالذات استمرارها، كيف هي التنبؤات للفترة المقبلة؟ إذا فيما يخص توقعات الطقس إن شاء الله خلال الساعات القليلة القادمة نهار اليوم وخلال الظهيرة أيضا تبقى دائما درجة الحرارة نوعا ما مرتفعة على المناطق الشمالية وحتى الداخلية، تبقى دائما 44-45 على غليزان الشلف معسكر كذلك وسيدي بلعباس. المناطق الجنوبية كذلك اليوم يكون فيها نشاط راعد أواخر النهار، ولكن إن شاء الله تتوقع مصالح الأرصاد الجوية ابتداء من يوم غد الثلاثاء أن يكون هناك تراجعا ولكن مؤقت لدرجات الحرارة على أغلب المناطق الشمالية للوطن، عودة مرة أخرى لدرجة حرارة مرتفعة إن شاء الله ابتداء من يوم الخميس. وما هي ربما النصائح اللي تقدميها للمواطنين لمشاهدينا في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة سيدة بن رقطة؟ إذا
ارتفاع درجة الحرارة في وضعيات جوية وفي وضعيات صحية عادية يعني لازم ناخذ الاحتياطات تاعنا، ولكن الاحتياطات راح تكون اكثر نظرا للوضعية الصحية التي نعيشها حاليا. اذا من الاحسن ان الانسان يتفادى الخروج خاصة في يعني وقت الذروة، وين تكون درجة الحرارة القصوى ما بين منتصف النهار لغاية الثالثة حتى الرابعة زوالا، وحتى في المناطق الجنوبية ممكن درجة الحرارة تكون مرتفعة حتى السادسة مساء وتبقى يعني درجة الحرارة مرتفعة. كذلك للضرورة ممكن كذلك أن الإنسان يأخذ كثير من الماء، شرب الماء مهم جدا بالفعل. كذلك حذاري من المكيفات الهوائية، يعني المكيفات الهوائية لازم نستعملوها بعقلنا، يعني درجة الحرارة ما نديروهاش 17 درجة ويكون الفرق بين الداخل والخارج أكثر من 20 درجة، هذا يؤدي إلى يعني خطر على صحة الإنسان. من الأحسن ما بين 24 إلى 25 درجة مئوية كمكيفات هوائية. وماذا عن التنبؤات الجوية اليوم الجمعة المقبل عيد الأضحى المبارك، وأيضا النصائح اللي يمكن تقدمها للمواطنين بالنظر إلى الوضعية المناخية في هذه الأيام سيدتي؟ إذا فيما يخص يوم الجمعة إن شاء الله توقعات الطقس يبقى دائما استقرار في الطقس متوقع على أغلب المناطق الشمالية، نسبة رطوبة مرتفعة في الصبيحة، بعض الضباب الخفيف أيضا متوقع على السواحل الغربية والوسطى ليزول في الظهيرة، تبقى دائما كما ذكرت نسبة الرطوبة مرتفعة ومع درجات حرارة كذلك فصلية يوم الجمعة إن شاء الله. على المناطق الجنوبية كذلك درجة الحرارة فصلية، رعود متوقعة دائما في أواخر النهار على المناطق الأقصى الجنوب الجزائري، منطقة الهنقار والطاسيلي وكذلك منطقة جنوب أضرار، كذلك ممكن يكون عرضة لبعض الزوابع الرملية أيضا. إذا بعض الرعود المنعزلة من هنا وهناك ما تكون خفيفة جدا وتكون في أواخر آخر النهار إن شاء الله على المرتفعات الشرقية للوطن، وهذا كله بإذن الله. إذن بإذن الله كل عام وأنت بخير سيدة هوارية بن رقطة المكلفة بالاتصال بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، شكرا لك على هذه التوضيحات وعلى انضمامك إلينا خلال هذه الصبيحة. إذن مشاهدينا متواصلون دائما معكم، وصلنا الآن إلى محطتنا قراءة في عناوين الصحف الدولية والوطنية بعد هذا الفاصل.